يا إيناس، إحنا جاهزين للاجتماع بالمعرض بعد بكرة؟ نعم أبو رامي، جاهزين. أكيد، ما بدي نكون ناسيين إشي. لا أبو رامي. يا إيناس، المعرض بعد بكرة، عملتي كل شي ما عدا أهم شي، الإعلانات، بروشور وشرح ومنشورات عن المعرض، وإذا حدا طلب مني كرتي شو أحكي له؟ والله إيناس نسيت؟ أبو رامي بسيطة بسيطة. إيش بسيطة يا إيناس؟ المعرض بعد بكرة وعندي اجتماعات وما عندي إشي أقدمه، مين المطبعة اللي راح تعمل لي كل شي بيوم؟ أبو رامي ما تحكي الهم، أنا سمعت عن مطبعة ممتازة سريعة وبتقدم جودة عالية وتسليمهم على الموعد، ومش بس هيك بيوصلوا كمان. والله إن شاء الله. مين المطبعة هاي؟ اسمها المطبعة السريعة، بيقدموا طباعة فنية وعالية الجودة من بروشورات، بوسترات والفلايرات اللي نقدر نوزعهم بالمعرض، بالإضافة لكتيبات وحتى مجلات وكتب. عندهم طباعة الدفاتر والفواتير وحتى بيطبعوا الكرتات اللي انت هكلان همهم. والله؟ طب شو كمان بيطبعوا؟ كل شي عندهم، من طباعة الليبل للمصانع الإنتاجية وطباعة العلب الكرتون والتغليف والرزنامات إذا بدك تقدم أي هدية. وخدمتهم سريعة على الموعد، وخلال يومين بيكون المطبوعات جاهزة وتوصيل لوين ما بدك. وين موقعهم؟ موقعهم في مدينة الفحيص، شارع الأميرة تسنيم بنت غازي، بجانب محطة توتال. وأبو رامي، المطبعة إلها أكثر من 20 عام، بتميزوا بالخدمة السريعة والجودة العالية. أعطيني رقمهم هلأ. أعطيني 0647-0511. والله ريحتيني يا إناس، الله يريح بالك. هلأ بدي أحكي معهم.